وش كم ماما؟ هاي كومار. وش كم ماما؟ دغري دغري على البيتي سنتر حبيبي. يلا ما في معلومة ماما؟ دغري على البيتي سنتر. يلا شوتي بريك كومار فيري فيري جود درايفر. ايه فيري جود كومار. استعجل شوي ماما. كومار يمشي 120 130 بس يمكن انت ما في احساس. انا ما في احساس؟ لا لا ماما ما في احساس بسرعات. ما في احساس بسرعات. يلا يلا استعجل 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 بسرعة. ماما ماما ليان مريض. اذا ماما ليان مريض انا بعرف واحد نفر صديق دكتور شاطر فيري 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 جود مساوي عمليه بدون بنجان. كومار حبيبي انت ما تعطي الهم ليان ما بها شيء بس استعجل خدنا بسرعه على عندها. يا رب دخيل. سنتر ماما ليان في عريق. اذا في عريق سنتر ماما ليان انا بعرف واحد اطفاء فيري 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 جود كومار. الو ايه نور وينك انت؟ اوكي طب يلا الحقينا دغري لعند ليان على البيت سنتر. لا لا ما فيها شيء بس حبيت تعترف لوسام انها بتحبه. بلا ياش ما فيك تجنيت. سوري 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 ماما واحد ماما اثنين سوري ماما ليان بده يعترف بوسام. انا بعرف واحد نفر صديق بوليسي. اي نفر تاني ممكن يعترف من هذا نفر صديق بوليسي؟ نفر يعترف. استعجل كومار. حاضر ماما. اقدر اقول لك شيء؟ يعني انا من زمان من اول ما شفتك ما ادري حسيت بشيء غريب. يعني حسيت بقلبي شيء يدق. حسيت بشعور ما حسيته من زمان. اقدر اعترف لك بشيء؟ وسام انا احبك. يا ربي والله مو بضابطه شو اسوي؟ ارجع احاول؟ ليان خرعتيني. وسام وسام اعترف لي انه بيحبني. اعطاني فرصه اتعرف عليه اكثر لانه بده ليان بده يرتبط فيني. شو جبتي؟ كيفك ميديا؟ اهلي صبايا تأخرنا كتير. شو بكون قاعدين ثابتين كأنكم بعزة؟ أنا كتير متفائلة. يلا قوم نعمل لنا شي مشروع. أنا عندي كتابي لازم أخلص القصة. إيه على أساس المنتجين واقفين على الباب بالدور. لك مش هيك القصة، القصة إنه عفريت الكتابة ما بيجي بأي لحظة. ماشي نور. شو رأيك نعمل لنا شي مشروع؟ كنت بتمنى حبيبي بس عم استنى تليفون من حسام. بس في اختراع اسمه موبايل صح؟ بس الأخ ما معه رصيد. يا لطيف شو مقنتن؟ سميحة أنا بعرف إنه مقاومتك للسينما زيرو. شو رأيك نروح على السينما؟ بلاها اليوم مو قدرانة، حاسة إنه معدتي عم تلعب من الصبح وممكن بأي لحظة استفرغ، بلا ما استفرغ بالسينما وبهدلك. هي علينا مو معقول شو فاتني. أنا رايحة لعند ليان. لا! ميدو حبيبي أنا بروح معك. إيه والتليفون حسام. ناقص منه، أساساً أنا ارتعى قلبي من التليفونات، لسا قر 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 قر، وبعدين ضروري أحبس حالي بالبيت كرماله، خلص بروح معك. شو رأيك نانا تروحي معنا؟ أنا اللي بروح. ايه وعفريت الكتابة وين راح؟ لك أي عفريت كتابة هيدا منك؟ شو على أساس المنتجين واقفين بالدور على البيت؟ طيب وين بدنا نروح؟ وين ما بدك حبيبتي؟ إذا بدك على المول على الكافيه على السينما أنت قرري. بتروحوا على الأكواريوم؟ ايه فكرة حلوة، أنا رح أغير ثيابي. بلا شو؟ والمغص واللعية والدوخان. ايه باخذ حبة مسكن. بتعرفي شغلة؟ حاسة حالي تحسنت وما عاد في لعية نفس، حتى شوفي ها؟ لكن جهزوا حالكم انا رح كبر ليان. شو بدنا نعمل هلا؟
ما بعرف هيك فجأة خلص حبتها بحتها الغيان. هلا مو وقت الحكي، امشوا نلحق بسرعة. وبعدين ماي حالتك مو عاجبتني نيفر نيفر. قاعدة من الظهر بغرفتك وحابسة على حالك. يلا قليلي شو قصتك؟ ما عارف، أحس جايستني كآبة ومفروض قدرة تبين تقولين. يا سلام، وهي الحالة بتجيكي كتير؟ ما عارف مو بدوم. ليلي للو لالي شوفي للوش، أنا كنت مثلك، وإذا بدك وصلت لمرحلة فقدت ثقة بكل اللي حوالي. حسيت النحس هيك لازقني لزق لوقت لتعرفت فيه على وسام، طبعا بالصدفة. صبايا شو رايكم نروح نقلقل على البحر؟ ايه والله ما بصيروا انتو. شوفي ليان، انت دواك الوحيد هو الحب. لحتى تطلع من هالحالة لازم تحبي. صحيح يا صبايا، انا ما قلت لكم انه حكيتني شركة جديدة، يمكن مسلسل يزبط. ان شاء الله الف مبروك. سوري نانو، لا تفهميني غلط، يعني هاي الخبرية كل هالقد فرحتكم، وصل مسلسل ما زبط ويمكن ما يزبط، وانا رفيقتكم حبيبتكم عم قلكم انه في حدا بيحبني وبده يخطبني، ما شفت ولا وحده فيكم ابتسمه. ليان ما قلتي لي قدري طابل ساعتها مرضان؟ يبعث لي حمى ليش قدري مرضان؟ والله يا سموحه اذا بتدري طنط فريده انه قدري مرضان وما سالتي عنه لتهدمك. الله يهون عليها. حبيب سام ميدو ليكي هون ما في تغطية، طلعي احكي من الدراس. عن جد شوفي ميدو تقبريني لا تزعلي حبيبتي انت. ايه عن جد لا تزعلي، اصلا ما في شي بزعل. من جيراننا انسه سميحه. صباح الخير والفل والياسمين، طمني عنك كيف صرت؟ سانس جاد كثير منيح الحمد لله. بس انت مو كنت تعبان ومرضان؟ انا امرض؟ انا من ايش بدي امرض؟ بعمري بحياتي لا مرضت ولا سعلت ولا عطست ولا صار لي شيء طاول ولا نزلوا لوزاتي حتى. اه فهم من كلامك انك ما كنت مرضان. ياي بعيد الشر عن قلبي. لكن ليه صار لك اسبوع ما نزلت على السنتر؟ اه اونستلي من جيراننا انسه سميحه، انا عندي اسبابي الخاصه، يعني بالمشرمحي اي هاف ماي سبيشال ريزن. مثل ما بدك. طيب من جيراننا انسه سميحه، خرج اعزمك على سندويشة كباب برا؟ لا ماني جوعانه. لا مو هلا مو هلا، يعني شوي ترخر على بريك الغداء. ماني فاضيه. طيب بعزمك على صحن بوظه دندرمه. ما خرج، عندي شغل كثير. طيب حلاوه الجبن، بليله، ترمس، كعكات كعكات ساحة أدري إشي روحي إشو. عم قلك ما بقدر ما بقدر ما بقدر، اللي بقت نقعني وخليني أعرف أشتغل. أوكي نو بروبليم، بس أنا حبيت أقول لك شغلة كتير ضرورية، أنا قررت أترك الشغل عند الأنسة ليان. استنى اليوم الساعة 4 رح أستناك عند باب الكفة بعد ما بدي تعبي. أوكي اتفقنا ضن. شو شأن مشوار الساعة 4 باب الكافيه؟ سائر؟ هلا بدك تغار غار، أنا ما عندي مشكلة. بس إلا من أدري، ومع الأيام بتعرف شو قصدي. أوكي؟ دان 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 شوفن اليوم كلهم. عم قلي كل الليل ما نامت وطلعت من 7 الصبح، وين بدها تكون يعني؟ أكيد ما راحت على المركز. بتكون راحت على البحر، أنا بعرفها كل ما بتتضايق بتروح على البحر. طب والحل؟ الحل؟ أنا بلشت خاف عليها. بعدين هي مقهورة كتير. مش بس هيك، ما عم تحكي كرمال ما يبين عليها. إيه وأنا كمان مقهورة عليها. بس شو بدنا نعمل؟ يعني مو طالع بإيدنا شيء.
وكمان مسكينه ميديا، يعني كل ما بتفتح تمها وبتقول وسام نقول نحن دغري بنسكر السيره، يعني حتى ما لحنا نفرح لها للبنت. على مين عم تفوتوا انتوا التنتين؟ اطمني حبيبتي، اكيد مو عليكي. اذا هيك منيح. نور كنت بدي اقول لك انه النسكافيه اللي عنا ما بيكفي غير لمك واحد. بس لمك واحد؟ ايه بس لمك واحد. استني شوي. مجانين. الو الو هاي بيبي، كيفك حياتي؟ تمام تمام، انا جد حبيبي جد. شو الاخبار؟ شو بخصوص انه امبارح ما حكيتيني ولا سالتي عني ولا بعثتي لي مسج ولا شيء من هالنوع؟ ليه هيك عم بصير معك؟ والله. طب ليك يا حبيبي، انا الليله عزمكم على السهره انت والصبايا. ايه، لانه الليله في خبريه كثير مهمه بدها تصير هون بالكلاب. ايه لا، ما بدي قبل ما اخبرك اياها بدي اياك تمسكي اعصابك منيح منيح منيح. ليه؟ لانه الليله محسوبك، هو رح يكون على المسرح وهو رح يكون عم بغني وهو رح يكون مولع. طيب وانا كمان ما فيني كفن هاي الا اذا شربت مسرح. لك كل يوم جاي على الشغل انا بجازة. انت بنهاري انا لازم اشرب للسفيه، عندي كتابه عندي تفكير عندي روحي عندي تخيل وعندي كمان ممثله ونجمه مهمه. خلصنا انت وياها. بتعرف احكي مع حسام؟ ايه حبيبي. لا ايه مستحيل مستحيل بيبي. خلص حسامه بعدين بحكي معك. باي باي. معقوله عم تتخانقوا على نسكافيه؟ ايام علينا حتى النسكافيه ما لي حظ. المهم هلا حسام عازمنا على سهره اليوم وهو رح يغني. حلو. ايه هلا سمعتك عم تقولي مستحيل وامبوسيبل. هلا شو بدك فيني انا شو عم بقول؟ انا حابه اعمل له اياها هيك سربرايز. يعني القصه مقلب هيك شيء. نور فيني اعزم وسام؟ طبعا طبعا. لا قصدي يمكن إلنا ما يكون في إلنا اماكن. معقول نور؟ يعني هلا وقفت على وسام؟ انا رايح احكي معه اساسا يمكن يكون مشغول. انا طالعه البس ورايح على الشغل، ما بتخليها تفلت بين عيونك، فهماني؟ خلص انت ما تعتليها، لك هي تفكر بس لمجرد التفكير انه تقرب على ليان. خلص تركي علي. هيك امنت فيكي. والله والله زعلان منك ميكن يا بنت جيراني انسه سميحه. انا بقول لك خديني على مطعم اكل حلبي. اهلين روحي اهلين، هلقتني هلقتني وهلقت عافيتي. نص ساعة بيرك بهذا المطعم قضية. تحيات وسلامات تحيات وسلامات. كل ما بدي منه شغلة بعمل لي. قلت لك خديني على محل اكل فيه كبة، تاخذيني على هندي؟ خلص ادري خلص مو وقت الاكل. بدي كبة بدي كبة. انا رح اجيب لك كبة والله، رح اغلك حميد اطيب كبة بدبي. بس قل لي ليش تركت الشغل عن ليان؟ اونستلي اونستلي صراحة صراحة دوز دغري دوز دغري. من الاخر من الاخر من جيراننا انسة سميحة. تفضل. انا ما عاد اقدر على الشغل مع النسوان، وهذا البيوتي سنتر يعني كله نسوان نسوان. يا الله يا ادري وين مشكله؟ الشغل مو عيب. شوفني انا عم اشتغل على الكاش بكفيه، انت عم تشتغل باهم سنتر بدبي ومدير مو حلا نسوان. ايه ولو كان كله نسوان بنسوان. خيتو فاينتلي انا ما عاد اقدر اتحمل هي الشغله طاول طاول طاول، واخذت قراري وقررت اترك الشغل وما اكمل. فاينتلي انت اهم بكثير من هذا الحكي اللي عم تحكيه، وانا معك 100%. لا مكانك هذا المكان، وقدراتك اهم بكثير من هي القدرات، وانت ممكن تكون اهم رجل اعمال بدبي. بس انا بدي منك هاي الفتره بس تبقى عند ليان شوي بالسنتر اذا بتريد يا ادري. يي كاني الانسة ليان عم تمر بازمه ماليه؟ واه بسيطه، اذا ما حسناني تدفع لي تعويضاتي ومستحقاتي قولي لي ادري مسامحك فيهم طاول طاول، واذا بدك مستعد ادينا مصاري. بس انت بتكفليها؟ ادري مين جاب سيره المصاري؟ ليان ما عم بتمر بازمه ماليه. لكن ازمه ايش؟ بازمه عاطفيه. نانا بتروحي معي؟ لوين بدك تروحي؟ رايحة لعند ليان اعمل شعراتي. ايه لا حبيبي عندي شغل. الله معك روحي. ماشي. لك لا لا ما في تروحي. نعم. انا قصدي انه ما في داعي تروحي تعملي شعرك عندها، انا بعمل لك اياه.
معلش يا حبيبتي، أنا متنازلة عن خدماتك لأنه بصراحة متعودة أعمل شعراتي عند الكوافير. الله يسامحك، ليش أنا شو؟ يعني حسب معلوماتي إنك كاتبة. أنا مشروع كاتبة مع وقف التنفيذ. ناسي إنه أنا تعلمت شهر بالبيوتي سنتر؟ اتعلمتي المساج، يعني هلا المساج مثل مساواة الشعر؟ يا حبيبتي ما أنا تعلمت المصلحة كلها، أنت بس سلميني راسك وما بتكوني إلا مبسوطة. معلش حبيبتي نانو، أنت رجعي لكتابتك واتركيني روح. يعني مصرة؟ أنت شو عم يصير معك؟ ولا شيء، بس الله يخليكي خديني معك. لسه هلا ما كنتي بدك تروحي؟ خلص ما في داعي. لا في داعي ونص. ثانيتين وبكون جاهزة. صدق أعرف شو سر هذا الحصار. يا ربي انا كم مره قلت لك خففي لي غلاستك شويه. والله ما عم بتغلط، بس انا جايه وحامله رساله حب وسلام بتقول بحبك وبس. حق منو هذه؟ لمين يعني؟ الي. زين من منو يعني؟ والله ما بعرف، اجا شاف على السنتر اعطاني اياها وراح. سيري على شغلك. طيب ما عندك فضول تعرفي من مين؟ انت مخليه فضول في هالبلاد عشان انا احس بفضول؟ روحي على شغلك. ماشي. يعني من منو هاي؟ مرحبا للوشة. هاي ليال. هاي بس كيفي؟ أنا زينة. شو لمين هاي الباقة الحلوة؟ إليك؟ تقدرين تقولين كذي؟ إيه ومن مين؟ والله بعدني ما عرفت. بحبك وبس وباقي خس. كثير حلو. هاي طلع لك واحد بيحبك، كله ذوق وكرم وكلاس. على فكرة منصير أنا وإنتي منطلع كوبي، يعني بتطلع إنتي وهذا المتيم المجهول وبطلع أنا وسامو. صحيح ليان، أنت تغديتي ولا بعد؟ عم فكر أشتري بيتزا. إيه مثل ما عم بقول لك، خلص إذا بدك أي شيء تاني رجع حاكينا. شكرا على اتصالك، باي. سربرايز. ايه احلى سربرايز. ايه شو هاد فعلا؟ اليوم انا اسعد يوم بحياتي. وانا مشتاق لك وزعلان منك. ليه بيبي؟ لاني ما بقدر احضر الحفله. طيب شو اعمل؟ هيك حظك. بعت لي حما، بعرف انه اليوم حتغني وانا بتمنى انه اكون معك، بس شو بدي ساوي يا حبيبي؟ لو انه ساعه واحده عم لك الليله بدي غني ومحضر لك غنيه بدي هديك اياها. بيبي لا تقهرني، يعني انا مقهوره من غير شيء. طيب شوفت عينك ليك، ما هديو التليفونات، اسمع صوتي، يعني تحديدا اليوم ما بقدر اطلع قبل ال 11، شو عامل؟ يعني ما في امل ولا 1%؟ ولا نص بالمية. بس بتعرف؟ يعني انا حكون حولك، وانت عم تغني عم بسمعك. يعني روحي هيك حتكون هيك حايمة حولك. طيب، ما راح اعطلك أكثر أنا على كل حال، بس خلص الحفلة بحاول أحكيك. أوكي بيبي. أرايت؟ أرايت. باي. باي. شو هالحركات؟ حبيبتي هي كانت مصرة تجي تسوي شعرها هون، شو بعمل أنا؟ أنا ما أقصد ميديا، أقصد الورد. شو هو الورد؟ أي ورد يعني؟ يعني بالذمة مو بأنتوا اللي طرشتوه؟ نعم. يعني بالذمة بالذمة، هذا السيناريو مو من تأليفك؟ يعني مو بأنت اللي كتبتي على البطاقة عشان أصدق إن في حد يحبني وأنا أنحب وتطلعوني من مشكلتي ويا وسام؟
انت جنيتي شيء؟ يعني نحن مانا مضطرين نعمل كل هالسيناريو كرمال نقنعك انك انت بنت بتنحبي. طبعا انت بتنحبي، ما بده مين يقول لك هالموضوع. يا ربي، عيال من منو؟ يا عمي والله مش نحن. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. شو دخلني انا؟ يا ربي، يعني هذا من منو؟ يعني ابى افهم اموت واعرف.